الأغلبية. بالفعل ميثاق الأغلبية يفرض أنه يكون اجتماع شهري. غادي يكون اجتماع إن شاء الله بداية يوليوز. بداية يوليوز في الغالب غادي يكون الأسبوع الأول من يوليوز. سوف يتم الاتفاق على موعد من أجل انعقاد الأغلبية التي سوف تلتئم حول قضايا عادية وحول طبعا مجموعة من المستجدات التي تطبع الوضع السياسي ببلادنا. كتب مدرسية، هذا الموضوع هذا سبق لي قدمت فيه توضيحات، وسبق للسيد الوزير التعليم حتى هو قدم فيه توضيحات. بالفعل توصلنا بطلب من طرف الناشرين، لكن الكتاب المدرسي لن يعرف أي زيادة. الكتاب المدرسي سوف يبقى في سعره الذي كان فيه سابقا، وسوف نعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذين يشتغلون في نشر الكتاب المدرسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.